عليكم السلام. شو تقول لنا اولا على الماراثون ديال الدار البيضاء؟ انا فرحانه بزاف بان واحد الماراثون غادي يتلعب في المغرب البلد ديالنا جميع، وحنا فخورين بهذا الماراثون، وان شاء الله القدام غيولي من احسن الماراثونات في العالم. حنا اصدقاء كنجريو مع بعضنا وكنديروا بزاف الماراثونات على الانترناسيونال، وتيبقى فينا الحال بان في المغرب دي فوا ما كاينش ماراثون بحال هذوك، ولكن الان حنا عندنا الامل وحنا تايقين ان شاء الله بان غيولي ماراثون غزال وغنبداو نجريو في بلادنا، فرحانين بالجو ديالنا وبالملك ديالنا وبكل شيء ان شاء الله. شكون اللجنه المنظمه ديال الماراثون؟ اللجنه المنظمه لجنه سهره، داروا واحد الجروب واتساب، واحد المجهود يعني قالوا لنا ايزون بارلي افيك تو لي جروب سا ايتي بوبليي بارتو، زعما كان واحد المجهود كبير لاحظناها، والسي الوالي تبارك الله دار كل شيء باش هذا الشيء يكون غزال، وكنتمنى وما كاينينش طوموبيلات، وحنا كندعيو جميع المغاربه يجيو يشجعوا لان الرياضه فيها غير الخير وفيف لو سبور. كيف جاك الاجواء ديال الماراثون؟ اجواء غزاله، انا لو سبور ان شاء الله. احنا هذه اختي، هذه اختي وهذه صاحبتي بحال اختي. بيان سور بيان سور. نشكرو بزاف الوالي بالاستثمار ديالو شخصيا، لانه هذه السنه غادي حقيقه النظام والاجواء والعدد المشاركين رقم قياسي ان شاء الله العام الجاي باش يكون ماراثون ديال الدار البيضاء من بين احسن الماراثونات حتى هو، لانه هذه المدينه تستاهل. ان شاء الله يكون خير وبون كوراج تو المون. بارك الله عليكم، صحه وراحه. شكرا. فيف المغرب والمغرب. اول مشاركه ديالي في الدار البيضاء، كنتمنى نكلاسي من الثلاث الاوائل، بيكون شي كرونو في المستوى صافي. الاجواء مزيانه، حتى التنظيم كيبان ليا في المستوى، وان شاء الله يكون خير. تبارك الله عليكم، التنظيم كان في المستوى وشكرا. جاوك الاجواء هنايا؟ لا داكشي بيان اورغانيزي، بيان اورغانيزي بكل صراحه بارابور ليديزيون ديال العام اللي فات. هذا العام يا ان بلوس. صحه وراحه. الله يعطيك الصحه. السلام عليكم. معكم حركة مهدي اوفيسيال ماراطونيا. الحمد لله 42 كيلومتر ما كانتش بالسهل، صعيب ما سهلاش، خاص تبدل ليفور بزاف وتبدل فوق من ليفور، وتكون عندك واحد يكون عندك واحد لاباسيونس وواحد الصبر اللي كبير، باش انك واخا انك تعيا تقدر تكمل. كلشي كيعرف 42 كيلومتر راه ما سهلاش، راه هتقولها بالفم سهله ولكن راه صعيبه. كنت كندير دي زونطريمون ديال، كنت كنجري ديما فهمتيني بليزيوغ فوا دون لا سيمين، والحمد لله هادشي عطى الاكل ديالو، وقديش انني نسالي الماراثون في واحد الوقت اللي هو زوين، وكنحمد الله على انني ساليت لو ماراثون، على انني جي في لي 42 كيلومتر الحمد لله والشكر لله. اختاريتي 42 وما اختاريتيش 42؟ سي ان تشالنج، الواحد ديما خصو يقلب على الحوايج الصعيبه في الحياه باش يديرهم. اون بو با فيغ توجور لي شوز فاسيل، خاصنا ديما نقلبوا على لي شوز ديفيسيل، حيت الحياه راه كلها دي تشالنج تو، والحمد لله قديت انني ندير هذا لو تشالنج ونجحت فيه الحمد لله والشكر لله. بسم الله، معكم احمد الشاذلي. اول ما ثالث مره كنشارك في هذا الماراثون، واليوم الحمد لله يعني حققت رقم زوين عاوتاني، يعني درت في 10 كيلومتر 35 دقيقه، يعني اول مره غنديرها. فكره اليوم الماراثون ديال 10 27 يعني اليوم تكرينش عيد ديال عيد الميلاد ديالي، وفرحان بزاف. كنشكر الناس على التنظيم، وان شاء الله هذه البدايه ومازال الكلمه ديالي. Immortaliser ces moments. Oui, mesdames et messieurs, le podium du marathon dames lors de cette 15e édition du marathon international
دو كازابلانكا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.